بيكم مرة تانية وببدأ لقائي التاني. الفقرة اللي بقول عليها دايما انها فقرة ملهمة، فقرة بتمدنا بالطاقة الإيجابية ان احنا نقدر نحلم ونحقق حلمنا في اي وقت، مش مرتبطة بسن ولا معاد. انا معايا الأستاذة غادة عيسى، مصممة مشغولات يدوية، فنانة ورسامة وقصة كده حلوة. اهلا بيكي. حضرتك اهلا بيكي، نور الدنيا. يعني جميل قوي لما بقابل في ضيوفي دول كتار، وده اللي بيخليني احس يعني فعلا بان انا يعني عندي حاله من الطاقه الايجابيه كده. اتمنى ان هي برضو مشاهدين يكون ده رايهم. انت درستي كليه تجاره وبكالوريوس تجاره وما اشتغلتيش كذا شهر بس في المحاسبه، وبعدين لا ما قدرتش بقى. أيوه. قلت انا هرجع للحلم بتاعي اللي انا بحبه. لا الحلو بقى كمان ان انت التحقتي بدراسات حره فنون جميله. أيوه. انت حبيتي ان الحاجه اللي بتحبيها والمجال اللي بتحبيه تدرسي فيه كمان. أيوة. يبقى عندك الخبره كمان العلميه فيه، الاساس فيه. الحمد لله. لما لقيت بقى ان فنون جميله فاتحه قسم الدراسات الحره، لان انا كان فرق معايا المجموع بتاعها على 1% بس، فقررت بقى ان شاء الله ان انا هدرس وهعمل بقى الحاجه الصح، يعني امشي في الطريق الصح ان شاء الله. والحمد لله درست بقى، وكانت يعني فتحت خير الحمد لله. كانت فتره استمتاع متهيئة جدا، مختلفه تماما عن الكلية بقى وكلية التجارة. لا خالص، هو النظام اللي عشان نطلع بشهادة ده. أيوة يعني. بس لكن لا، لما بتعملي الحاجة اللي انت بتحبيها فرق شاسع. أيوة. يعني انت حاسة، لا بتحسي حتى لو هي متعبة جدا، يعني الحاجات دي متعبة اكتر من كلية التجارة، بس عارفة لما بتحبي الحاجة حتى لو هي متعبة، لا انت بتعفري فيها بقى وبتحبيها، بتعمليها بحب. الحمد لله. بتحبي الرسم من صغرك يعني؟ من صغري. وكنت الحمد لله اشتركت في معرض كان في المدرسة، صراحة كان المدرسين بتوعي يعني ما شاء الله، كان مستر محمد وميس وفاء، ومستر محمد كان اشتركت في تربية فنية، كانت مسابقة على مستوى مدارس غرب القاهرة، والحمد لله فزت فيها واشتركت في معرض في كلية تربية فنية وانا في 5 ابتدائي تقريبا. يا طفلة متفوقة يعني. الحمد لله. غريبة انك ما دخلتيش من الاول بقى. الاسرة احيانا بتقف وتقول لا وفنون جميلة ايه وكده، ولا لا هي للأسف فعلا كان الحظ ان انا فرقت معايا على 1% بالظبط يعني للأسف. وساعتها خفت ان انا اسافر مثلا اقاليم، كنت صغيرة فخفت بقى ان انا اسافر اقاليم وابقى لوحدي وكده. طبعا لو رجع بيا الزمن لا هروح واسافر واعمل حاجه اللي بحبها. لا انت لحقتي نفسك على فكره. الحمد لله. انت ما فاتكيش ابدا، بالعكس. الحمد يعني لله. وبداتي بقى موضوع الرسم على ايه؟ اول حاجه بترسمي ورقه ولا إيه؟ اول حاجه طبعا اللوحات، يعني اللوحات هي دي الاساس. ومن اللوحات بقى كمان الرسم، يعني كمان بحب الرسم على الازاز من صغري. بتقولي لوحات، احنا بنعرض لوحات قدامك على المونيتور، لو تعرفي انك تقولي لنا يعني على الشاشه. يعني لوحه البحر دي اللي هي الصغنونه، اللي هي لوحه البحر دي كانت لايف، كنت برسمها فعلا من قدام البحر. ايوه بجد. جميل قوي. والله انت عارفه ان الواحد واخده الوان الزيت وقاعده على البحر. لا بجد حاجه جميله جدا ان الواحد ساعات كده يتخيل ان هو موهوب باي موهبه. يعني بيغني لما يقعد قدام منظر جميل كده، بيرسم، يقدر يرسم، يعكس المنظر الجميل هو شايفه ده. ايوه الطبيعه. فانت فعلا لما تشوفي منظر تمسكي حاجه جميله ما شاء الله. الحمد لله. تمسكي ريشه وترسمي. لا الحمد لله. كمان بنزل مع اللقطه الواحده بعد بقى دراسات حره، بنزل كمان مع دكتور عبد العزيز في اللقطه، بياخدنا بقى ننزل في الشارع بقى وننزل في الجناين وفي كل حته نرسم بقى من الطبيعه. ترسمي من الطبيعه. على طول. ومتعه بقى ثانيه يعني. بس هنا بقى اللي بيفرق فنان عن فنان ان في جزء من روحه، في البوينت اوف فيو بتاعتك، في وجهه نظرك اللي انت بتضيفيها بطريقه ما على المشهد اللي انت شايفاه. يا اما كانت كل اللوحات تشابهت يعني. ايوه لا دي حقيقه. بصي حضرتك، عايزه اقول لك ان احنا مثلا بننزل حوالي 200 فنان 300 فنان ونعمل معارض وعن نفس الموضوع ونفس اللقطه، يعني في اللقطه هي اللقطه عشان احنا بنرسم نفس اللقطه، كل فنان سبحان الله لوحه مختلفه والوان مختلفه وروح مختلفه. أيوة. لان كل واحد ليه بصمته، يعني كل واحد بقى هو بحاسس بايه وبيطلعه في اللوحه. انت ايه دايما الحاجه اللي بتبقى مميزه اللوحات بتاعتك؟ الالوان. الالوان. انا بحب الالوان.
وعندي الحمد لله الجرأة ان انا استخدم الوان. يعني في ناس بتخاف شويه من فكره احط الوان تطلع مش لايقه او احط الوان الناس ما تستقبلهاش. انا الحمد لله يمكن من صغري وده اللي شجعني عليها المستر بتاعي في المدرسه اللي هو ما تخافيش، طلعي اللي انت حاسه بيه وما تخافيش. يعني عارفه لما ده اللي ميزك بقى فعلا، ده اللي شد الحمد لله الناس. الحمد لله ده الحمد لله. فحتى يعني مثلا وبقى ابتديت افكر طب انا اعمل ايه باللوحات دي، بس مجرد ان هي تبقى موجودة عندي ولا اخليها ازاي الناس تشوفها. فابتديت بقى ان كمان احول يعني مثلا لوحة اللوتس دي. ايوه يعني بصي ينفع امسكها؟ يا ريت افضلي. يعني دي كنت بتكيها للمشاهدين بقى. بالعرض هي ولا بالطول؟ هي بالطول كده. بالطول اوكي. دي كنت برسمها في جنينة القرمان لايف. اوكي. طبعا بقى انت بتدخلي خيالك على الحاجة، وبعدين حولتها بقى للاشارب اللي هو اللوتس اللافندر. ايه ده بجد؟ لا بس دي مختلفة تماما. ما هي مختلفة بقى ليه؟ على الاشارب. ما هو انا يعني ده بصي سكتش يا دوبك كده. ايوه. فانا بصممه على درست بقى كمان يعني اي حاجه على الشنط من اللي احنا شايفينها. لا ده هاند ميد بقى، رسمه هاند ميد على الشنطه نفسها. ده موضوع مختلف. طب هنجيله. ده انت هل انت قبل الاشارب دايما تقومي رسمه على ورقه المنظر اللي انت عايز ترسميه على الاشاره، ولا ايه الخطوات؟ بصي انا الاول فعلا يعني الحاجات اللي بحولها من انا صحيح بعد دراسات حره فنون جميله دخلت الحمد لله دبلومه جرافيكس، فدرست كمان جرافيكس عشان اطور بقى من الحاجه. فالحمد لله استغليت بقى الموضوع ده، فاني مثلا اللوحه اهي. طبعا انا بعمل اشاره ب 270، فاستحاله دي هجيب 270، فبصمم بقى البرنامج اللوحه بحيث ان هي تقضي المساحه دي كلها وفي نفس الوقت يطلع شكلها حلو. فجربت الحمد لله، ودي كانت اول تجربه ليا على فكره، وقلت بقى اشوف رد فعل الناس. الحمد لله لقيت ايه بقى؟ لا الحمد لله رد فعلي كان جميل. يعني بتعرضي بقى على موقع معين نت على ده انقذ ناس كتير قوي. يعني انا كان عندي لقاء قبلك على طول بتكلم على ايجابيات السوشيال ميديا والنت والناس اللي بعض الناس اللي استفادت اخذت الجانب الايجابي منه. ايوه. اقدر اقول انتوا جيل الشباب وكبار على فكره، مش بس الشباب اللي قدر ان هو ياخدوا مكان لتسويق لتعريف الناس بمنتجاته. الحمد لله. وكمان في اللي اخدوا كورسات وعلموا نفسهم منه. انا يعني الحمد لله كمان لسه واخده كورس وقريب. الحمد لله بحب الدراسه فبدرس. واضح ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. بدر لسه كنت دارسه كورس ديجيتال ماركتنج عشان اعرف ازاي بقى، لان انا كنت واقفه في حته الماركتنج مش عارفه اسوق قوي، فاخدت برضو كورس ديجيتال ماركتنج والحمد لله بحاول. يعني بالي دي مشكله معظم الناس عندها مشاريع. الماركتنج التسويق. الماركتنج مشكله التسويق. ما هي الماركتنج لان هو برضو عايز خبره وعايز يعني انا ممكن بعمل حاجات حلوه بس مش عارفه اطلعها ازاي او الناس تشوفها ازاي. فده لقيتي ايه بعد لما خدت كورس الماركتنج؟ لا اتعلمت ايه بقى النصائح اللي تقوليها؟ لا اتعلمت ازاي اوصل اولا للجمهور الصح. يعني انت المفروض تترجتي مثلا الناس الفئه اللي هي هتبقى اصلا حابه حاجتك. يعني انا ممكن ساعات كنت بترجت فئه لا مش خالص مش هي خالص. فالحمد لله ابتديت بقى اتعلم ازاي مثلا الهاشتاجز الحاجات دي كلها، ازاي اعرض بصوره، ازاي الفيديوز، ازاي نعمل فيديوز ان هي تشد الناس انها تشتري المنتج. كانك بتعملي اعلان. ايوه بالظبط. بتعملي اعلان ازاي نعمل اعلان، تصوري والاضاءه انك تعملي بوز لحاجتك بطريقه ازاي الحاجه تتعرض بشكل حلو بشكل الناس تشوفه ازاي. بس الحمد لله وبحب بقى فالرسم الحمد لله استغليته في يعني الازاز انا بحبه قوي. عامله حاجات عمليه جدا انت. رسمه على المجز. يعني على كوبايه الشاي والمج وكده. يعني كوبايه. ده مج لطعم البيوتي دي بجد. يا رب يعجبكم. مش عارفه ينفع امسكه ولا لا. ايوه طبعا بقى أنا مش مشكله. هو دلوقتي باين على الشاشه بس دي هديه جميله قوي. ده على فكره انا عاملاه بايدي، يعني مش طباعه، هو رسمه بايدي في ورا رسمه كمان في الدار. رسمه بايدك دي بترمي كوبايات؟ يعني لما بتيجي ترسمي ممكن الرسمه تطلع مش اللي انت عايزاها؟ لا بيحصل. حقيقي بيحصل. وفي حاجات بيبقى ملهاش تصريح. وفي حاجات ساعات بس لا الحمد لله يعني ربنا الحمد لله مديني حته ان انا اعرف اصلح دي. مش يعني بترمي حاجات كتير. لا الحمد لله بعرف. يعني اللي هو لما انت بتبصي لحاجه وتلاقيها لا شويه انا ممكن عادي اهد اللي انا عملته وابنيه تاني. عادي جدا تبنيه تاني. طبعا الوان بقى
بتروح والوان بقى وماتيريالز بتاع. طب اخبار الماتيريالز دي مش مشكله يعني، انت مشكلتك التسويق بس ولا في عقبات؟ لا طبعا يعني. الخامات غليت جدا 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 بطريقه رهيبه، فطبعا دي مشكله الواحد بقى بالتالي ماشي بالراحه جدا، هتضطري ان انت ترفعي اسعار الحاجه. اه طبعا الناس طبعا مش كل الناس بتقدر موضوع يعني ايه هاند ميد. ما هي بقى الفكره ليه، ما انا كنت بقول لحضرتك بقى التارجت ازاي، ان انا استهدف الناس اللي هم هيقدروا الحاجه دي معموله ازاي ومعموله بحب ازاي ومعموله بتعب ازاي، لان القطعه دي مش بتطلع بالسهل، لا ده عذاب وشغلنا. طبعا يعني المج اللي عليه عصفورتين حاله يعني الرسم على الازاز ده بيحتاج اولا، يعني بصي هتلاقي كل الرسامين عندهم مشاكل في الظهر والرقبه الحاجات دي، لان انت بتضطري ان انت تبقي ماسكه الحاجه ومركزه قوي ان هي اللون مثلا ما يسحش فينزل على بقيه المج، ان اللون ممكن لون يخش على لون لو انت ما استنيتيش ان هو ينشف شويه، فلا بتاخد وقت، بتاخد وقت ومجهود، بتاخد وقت بس. وكوبايه الطاووس بالوان طاووس لا عارفه باين ولا وكوبايه طعم لا بجد بصي يعني حاجه بسيطه، شنطه عليها الطباعه بتاعت الالوان. لا دي مش طباعه، دي انا رسمها هاند ميد. يعني رسمها كاني رسمها على اللوحه بالظبط. وفي القطه دي لو ينفع امسكها برده امسكيها طبعا. كله ينفع. الله يعني وريني دي احلى قطه شفتها. ايه الطعامه دي، ايه الجمال ده. لا لا بجد انت رسمها. ده رسم بالايد على ال الله. لا في حاجات بكلمة وبارزة. كل ده بالهاند ميد. كل ده هاند ميد. اوكي. لا ما شاء الله عليكي، بقول لك انا كنت بقدمك وبقول دايما الفقره دي فقره ملهمه لينا. الحمد لله. وانتوا بتحسونا ان ممكن ممكن على فكرة نحلم في أي وقت طبعاً. ونحقق حلمنا طبعاً. وأنا بشوف إن كلكم بتبدأوا ببادجت معقولة، ميزانية معقولة في البداية قليلة جدا. فيعني ميرسي وبنحييكي ويا رب بقى تحققي. أكيد أكيد لسه عندك طموح أكبر وأكبر. أنا عارفة القصة مش بتقف عند كده خلاص. أكيد بتحلمي يكون ليكي مكان يا رب. أكيد بتحلمي مثلا بالتصدير وفكرة التصدير. يا رب يا رب يا رب كل ده يتحقق. شكرا ليكي، بشكرك يا رب. بكده انا لقائي انتهى. بعد الفاصل ان شاء الله التقي بيكم مره اخرى، انا ومنى الوكيل. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم معنا، زي ما متعودين في نهاية فترتنا زينة وطعم البيوت بنجدد ترحيبنا بحضراتكم، بجدد ترحيبي بزميلتي العزيزة دعاء عبد المجيد. أنا بجدد دايما ترحيب بيك يا منى. لا فقراتي جميلة ومبهجة، وخصوصا الفقرة الأخيرة كانت مبهجة جدا يعني. أيوة يعني الواحد بتمنى إن نشوف غدا. غدا شخصية يعني كفاية ضحكتها وهم دول وحماسها هي متحمسة جدا وبتتكلم بحب قوي. بس أنا سألت منها إن عاملة لطعم البيوت عشان هي اللي عاملة الفقرة وما عملتش الزينة يعني. إحنا زينة وطعم البيوت. المجي الجاي زينة وطعم البيوت. زينة لكن احنا في الاول وفي الاخر اخوات بنتمنى ان حضراتكم تكون فقراتنا عجبتكم. بشكركم وبشكر زمايلي وبشكر دعاء عبد المجيد. انا اللي بشكرك يا منى، الشكر ليكي، الشكر لمشاهدينا. يا رب تكون حلقتنا عجبتكم، وبكره ان شاء الله بتلتقوا مع فريق عمل جديد وحلقه جديده. شكرا والى اللقاء.